من جديد وللمرة الرابعة تطرح محمد يبريس ولأهمية الموضوع القصوى التقاعس الواضح والغير مفهوم والغير مبرر من القسم المتخصص بالإنارة العمومية بالمجلس البلدي للمحمدية عن القيام بالدور المانوط به والتحلي بروح المسؤولية والسهر على تلبية حاجيات الساكنة. هذا القسم الذي من المفروض أنه أخذ على عاتقه أثناء تحمله المسؤولية هذا الواجب. وحديثنا مرة أخرى في قضية، نعم لقد أصبحت قضية، قضية الغياب المطلق للإنارة لحديقة المنظر الجميل أو الغويبة كيف ما كيسميوها سكان المحمدية. كيبان إذن أنه هذه الحديقة اللي كتعتبر بموقعها الاستراتيجي نقطة عبور الناس العالية للقصبة أو المحطة الطرقية اللي قريبة لها. حديقة المنظر الجميل توجدت في واحد المكان استراتيجي 100% وسط مدينة المحمدية، لان تنهبطوا من هنا تلقاو محطة ديال الحافلات، من بعد المحطة ديال الحافلات كاين محطة ديال القطار، وكاين مار يعني كاين الراجلين غاديين جايين، حتى ملي توصل واحد الساعة متأخرة من المساء، الساعة ديال تقريبا في 8 ديال الليل 9 ديال الليل 7 دابا حنين، يلا دابا غير 6:30 ما كاينش واحد الناس غاديين جايين، لان الناس يخافوا على راسهم. حديقة إضافة إلى التهميش نتاعها من حيث التبليط والكراسي والبستان نتاعها، وهذا موضوع ثاني خاصنا نديرو فيها الضو، ودوز منها المرأة دوز منها الدري دوز منها الراجل فيها الشفارة. حديقة كبيرة في موقع استراتيجي، حديقة زوينة واسمها ما مصلوحاش. قلت حديقة كانت تكون متنفس جميل ورائع للساكنة تاع المحمدية ويفوق منظر حديقة البارك، لو المعنيين والساهرين على شأن الحدائق بالجامعة أعطوها الاهتمام لازم والمفروض، لكن هيهات هيهات. ولكن كيبان لينا كنكبوا الماء في الرملة. كيعجبوك الأسامي منظر جميل، حنا ما شفناش شي منظر جميل، دابا ما كاينش شي منظر جميل، بأنك باش غتقول لي المنظر جميل؟ البلاصة هذه خاصها تكون فيها إنارة، تكون فيها عندها مسؤولين اللي مقابلينها. لكن رغم هذا ما نفقدوش الأمل، وعندنا اليقين أن من يعنيهم الأمر طبعا لهم ضمير ولهم غيرة على المحمدية وعندهم عهد خدوا على عاتقهم، وكنظن ما غيخليوش به. عندنا اليقين والله أعلم. انطلقوا ودنا في الصباح وجود كلمات